الفيلم اللي انا بحبه هيبدا دلوقتي. ايه مالك يا حبيبي؟ بلا فيلم بلا مش فيلم، المسلسل الهندي اللي انا بحبه هيبدا دلوقتي. اهدى بقى. نعم انت بتقول ايه؟ انت بتتكل على الله من هنا، روح اتفرج عليه في الهندي يا حبيبتي، المسلسل هندي يعني. الله يا سكر، ما انت حلو اهو. طب وريني بقى هتتفرج ازاي. يا غبيه. انت بدات غباء. ها ما بقول لك انا ما بحبش الغباء. على فكره انت غبي قوي. طب والله العظيم انا سايبك، خد دي. يا متخلفه. ايه بس خناقه 24 ساعه في ايه؟ طبعا كان عندها خناقات كل يوم، انت عايز فيلم وهي عايزه مسلسل صح؟ اقول لكم على حاجه، ادي ريموت التلفزيون، شوفوا بقى هتشغلوا ازاي بقى اهو. مشيت؟ تعالي لي بقى. تيجي الترجمه هتلاقيها فوكيو، خد تيخ خد صوص، خد تيخ خد صوص.